والله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طبعا احنا عارفين ان مصر غنية بالاثار بتاعتها، وفيها ثروة قومية عظيمة من هذه الاثار، ولابد من المحافظة على هذه الاثار. فكان لابد من تكوين جيل يقدر يرمم هذه الاثار مع كثرتها ويحافظ عليها ويقدمها بصورة مشرقة للعالم، على اساس يقدر يستمتع بهذا الفن العظيم اللي ورثناه عن اجدادنا المصريين القدماء. Yes. Go to the door and close the door. Close the door. Are you understand what I mean to close the door? Yes. This school is not only teach them restoration, but to teach them Arabic, mathematics, science, to provide them for a good future. العالم خلف دور